السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه مطبخ جمله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده، وكنتمنى لكم سنه سعيده الله يدخل عليكم باش ما تمنيتوا ان شاء الله. كتلاحظوا معايا اليوم بانني غنشارك معكم هاد لي بوب كيك، لانهم كيجيو رائعين ولذاذ، وغادي تعمليهم بمقادير جد بسيطه، ما غتطلبش لك شي مجهود ولا شي مقادير كثيره، غير ثقوا فيا وعملوا هاد الوصفه هذه وغتفرحوا وليداتكم في الاعياد الميلاد ديالهم. غادي يجيكم ساهلين لا تبعتوا هاد الفيديو ودرتوا هاد الوصفه هذه، غادي يعودوا عندكم اسهل ما يكون. ودابا غادي نخليكم مع الصور وغندوزوا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غنبداو بسم الله على بركه الله باستعراض المقادير. بالنسبه لهاد لي بوب كيك غادي نحتاجو كيكه عاديه كما لاحظتوا معايا، فيها ثلاثه البيضات، كاس زيت، كاس سنيده، كاس حليب، كاكاو، جوج ساشيه ديال الكاكاو، فانيا، جوج خميرات، وجوج كيسان ونص ديال الدقيق، وقريصه ديال الملح. هادو هما المقادير ديال هاد الكيكه هادي. غادي نحتاجو تقريبا واحد 10 دراهم ديال اللوز، ها هي حمرتها في الفران وهروجتها في حلاكه. وغنحتاجو هاد لاصوص كراميل اللي ساهله وكتجي زوينه وبنينه، كنحتاجو ليها كاس ديال السنيده، ومني كيذوب هذه كاس ديال السنيده كنزيدو عليها معلقه صغيره ديال الزبده، وكنزيدو كاس ديال الحليب معاه معلقه كبيره ديال النشا. صافي، هادو هما المقادير اللي كنحتاجو بالنسبه لهاد البوب كيك. غادي ناخدو الكيكه ديالتنا، غادي نفرتوها مزيان كما غتلاحظوا معايا، وغادي نضيفوا عليها المقادير المتبقيه. غادي نخليكم مع الصور وغادي نرجع معكم باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. بالنسبه للكيكه راه شاطليه منها الربع اللي شاطليه منها. بعد ما فرتتنا الكيكه ديالتنا مزيان كما لاحظتوا معايا، دابا غادي نضيفوا هذاك اللوز 10 دراهم، كنحمروه في الفرن بالقشور ديالو، بعد ما كيتحمر كنهروشوه بالماكينه. غادي نضيف عليه هاد الصوص كراميل ها نتوما، وغادي نجمع هاد الخليط ديالنا مزيان حتى كيعود كيتجمع لينا في اليد ديالنا وتقدري تكوني به كرات. هادو هما المقادير ديال هاد لي بوب كيك، ولكن راه كيجيو ألد ألد ما يكون، ما كطلبيش شي مقادير كثيره كاع باش كديري هاد لي بوب كيك. صافي، ها هي الخليط ديالنا، ها هو واجد. غادي نكور قدامكم وحده باش نشوفها واش غتكور ليا ولا لا. صافي، دابا غادي نكون منها كرات. انا عملت بالنسبه للعيد ميلاد ديال الاخ، الاولاد الاخ ديالي، عملت قسمتهم على جوج حيت عندي وليد وبنيه. بالنسبه للوليد راني درت ليه الازرق، وبالنسبه للبنيه راه درت ليها الغوص. غادي نقسم هاد الكرات هادو وعاد غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. بعد ما كملنا الكميه ديال الكرات كامله، الكميه ديال العجين ديالنا كونا منها كرات، النصف غادي نعملوه باللون الوردي والنصف الاخر غادي نعملوه باللون الازرق. بالنسبه للون الازرق كناخذوا هاد العويدات هادو كيتشراو عند المحلات ديال الحلويات، هما خاصين ديال لي بوب كيك بحال هكا، كنعملوهم كنديروها في الشوكولات الابيض بعد ما لوناه ورجعناه اللون الازرق، كنضيفوا ليه واحد البودره كتشرع من عند العطار، كترجع هكا في اللون الازرق هو الشوكولات الابيض، وكتشكليه بحال هكا بهاد الانوال هادو. كنعملوها في الكره وكنخليوهم حتى كيجمدوا لينا مزيان، عاده غادي ندوزوا للمرحله الاخرى. خليكم مع الصور ونكمل معكم الوصفه.
بعد ما كملنا الكمية كاملة عملناها فحال هكا. غادي ناخدو الكرات هانتوما، راه جمد ليا الشوكولاط اللي عملت في الاول، كنديروها في الشوكولاط فحال هاد الشكل فحال هكا هانتوما لاحظوا معايا، وكنحاولوا نعملوا هاد العمليه فحال هكا باش يبقى لينا داك الشوكولاط شاد لينا في الكره. بعد ما كنحطوها كنمسحوها فحال هكا في بابي سولفيغيزي صافي، وكنتركوها جانبا حتى كتجمد لينا تماما. صافي غنمشي على هاد المنوال حتى نكمل الكميه كامله ديال الكرات اللي غادي نعملهم بهذا اللون هذا، وعاد غندوزو باش نشوفو اللون الوردي. بالنسبه للون الوردي هذا حتى هو لونته بالملون الاحمر وعطاني هاد اللون هذا بالنسبه للشوكولات الابيض، حتى هو كنديروا نفس العمليه بحال هكا هانتوما، وكنخليهم حتى كيبردوا لينا. غادي نديروا نفس العمليه بالنسبه لهاد الكرات هادو، غادي نخليكم مع الصور وغادي نرجع معكم باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. بعد ما كملت كاع لي بوب كيك ديالنا، كناخذوا الشوكولات الابيض كنعملوه في بلاستيكه، وكنبداو نعملوا خطوط بحال هكا، وكنزينوا بهاد الملونات هادو. تي باش ما بغيتي تزيني زيني، انا عطيت غير اقتراح ديال التزيين ديال هاد لي بوب كيك صافي. وغادي نعمل ليهم واحد هذوك الاشرطه بالنسبه لكل لون، وغادي نزينهم في البلا ديالتي. كنتمنى يعجبكم هاد لي بوب كيك هادو، لانهم جاوني زوينين ورائعين، وحتى البنه ديالتهم جات زوينه. كنتمنى حتى نتوما تجربوهم وتفرحوا بمولدات ديالكم. بالنسبه للاعياد الميلاد اكثر ديال الوليدات كيعزيز عليهم هادشي في الاعياد الميلاد، وما كيطلبوش شي مجهود ولا شي حاجه، كتشريهم باثمنه باهظه في المحلات. كنتمنى حتى نتوما تجربوهم وتفرحوا بمولدات ديالكم، وانا ابسط لكم لابسط الاقتراح بالنسبه لهاد لي بوب كيك. كنشكركم البنات، وكنشكركم على لي لايك ديالكم وعلى الاشتراكات ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى تعليقاتكم الزوينين اللي كتفرحني بزاف بزاف بزاف، وكتخليني نزيد القدام ونقدم اي حاجه كنعرف ليها. كنتمنى تعجبكم هاد لي بوب كيك هادو، ونكون وصلت لكم واخا غير ميساج صغير بالنسبه لهاد الوصفه هادي. كنقول لكم سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.